يعني لو احنا بنتكلم ان هنقول ان معظم، مش كل، معظم العمليات الارهابيه اللي بتتم فيها الى حد ما غسيل للادمغه ومحاوله لاقناع الشباب الصغير ان اللي انتوا بتعملوه ده هيوصلكم للجنه، وان اي حد في دين اخر غير الاسلام ده لازم يموت وحاجات زي كده. معلش بقى، الافكار دي اصلا جت ازاي؟ يعني هل احنا نقدر دلوقتي نقول ان مفيش اي حاجه بتبث هذا الفكر؟ احنا متاكدين في ديننا. طب جابوا الافكار دي استنادها او السند على ايه؟ ما هو برضو اولا كل عنده حاجه بالعقل يعني. طبعا عنده مفكرين، الموضوع مش عشوائي وما بيتقالش بسذاجه او ببساطه، لا على الاطلاق بيتبذل فيه مجهود، ومجهود فكري كبير جدا، وهو مزيف وكتب. وهو ملفق، لكن بيتبذل فيه مجهود علشان يكون شيء محكم ينفع فعلا ان انا اطرحه. منظرين كتير جدا بدأوا من اول سيد قطب في الستينات وصولا لمفكرين تنظيم داعش وجبهة النصرة، المقدسي وغيره، مجلدات وكتب طب ما كبيرة سيد جدا. قطب سيادة العميد كتبه بترجمت للغات عديدة يعني ومتداولة، يعني بنتكلم في واحنا على الجانب الاخر بنشير طول الوقت ان هذه الافكار هي افكار مفخخه، افكار مزيفه تدعو للعنف، ندعو ان هي تنبز. لا فعلا بدا يبقى في وعي النهارده على مستوى الراي العام ان مش اي شيء مكتوب في الدين هو صحيح، لان في اكتزاء لايات ووضع ايات مكان بعضها البعض، ومحاوله تصوير الحدث او منظومه الارهاب المسلح ده لهؤلاء المغرر بيهم على ان هو بيعمل شيء بطولي وان هو بينصر الدين. الكلام ده بيقعد يشتغل عليه ناس جوه التنظيمات ديت، وظيفتها انها تشتغل على الافكار فقط. ايمن الظواهري قعد جنب اسامه بن لادن في تنظيم القاعده، هو ما كانش بيحمل السلاح، هو كان قاعد يقوم بعمليات التنظير الفكري للتنظيم علشان يديهم وده اهم طبعا واخطر، وزوج ومساله هو بياخدهم الى مرحله انك تشيل سلاح، انك تستحل دم الاخر، ان الاخر ده ربما يكون من ديانه اخرى، وبعد كده زي ما قلت لحضرتك المفارقه يبدا بقى من اول الديانات الاخرى، وحارب امريكا وحارب اسرائيل وحارب كذا، هو بيحاربهمش لا ما بس على الاطلاق، لكن هو ممكن يسحب بقى معاه لغايه لما يبقى طب نحارب المسلمين الاخرين اللي مش معانا في التنظيم، وممكن نقوم ضدهم بعمليات ارهابيه ونقتلهم لمجرد ان هو مش في التنظيم بتاعي. يعني الكلام يعني الحقيقه فيه طبعا مساحه كبيره جدا جدا من التزييف، لكنه الحقيقه بيلقى رواج لدى هؤلاء. صحيح.